الهدف الضغط، هذه كلمة فضفاضة دائما يعني يقولها الطرف الثاني. سؤال، موضوع الانضباط الآن، قرار معاقبة أحد منسوبي النصر بسبب التصريح اللي انتقد أرضية الملعب، هل هذا الآن لما يقول سعود السويلم في تغريداته أنه تباين عقوبات الانضباط بتصريحات مشابهة في غير 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 سعود السويلم انتقد وما تعرض العقوبة، هل هذا صحيح ولا اسلوب ضغط؟ هل فعلا صحيح كلامه؟ في غير كل أندية أخرى عقب، لا عقبت موضوع الملاعب، لا علشان بس، لا عقبت موضوع الملاعب، موضوع خلنا في عالم متشابه علشان بس نكون منطقيين، عشان ما اقول والله بس هدف انتقاد الضغط، هدف ما ادري ايش بكائيات، هدف والله ثقافة نصراوية، ثقافة نصراوية وضغط. بداية الحلقة تكلمت انت انتقدت الملاعب، انا قلت لك بقول شيء، معلش انت قلت الاعلام النصراوي هو اللي يأجج وإدارة النصر بعد دقائق طلع كلام رئيس النصر. ما تكلم هو قبل، تكلم بعد المباراة. لا يا رجل، لا عنده هاشتاج العدالة مطلب نصراوي، هو انا شايفه قبل شوية اشوف بلا فترة، هذا مطلب الجميع، العدالة مطلب الجميع، ولكن الكلام مثل انتقاد أرضية الملعب متاح للجميع، ولكن إذا كان بمثل متاح للجميع والعقوبة على النصراويين، أيوة بمثل ما تكلمت عنه ولا لا المدرب كمان بمثل يا رجل، إذا كان بمثل ما تكلمت عنه يا عبد الله في بداية الحلقة قلت فساد، فهذا يستحق العقوبة. إذا كان العبارات فيها اتهامات فتستحق عقوبة، ولكن تقول أرضية غير انتقدها خالد البلطان، انتقدوها مدرب المدربين، من اللي عوقب؟ النصراوي. النصراوي قالوا فساد وما اتهامات. دقيقة. ما هي ناقد. لا انتقاد. ما فيها فساد. لا انتقد أرضية الملعب إنه غير صالح. واحد أرجوكم واحد. لا ما قالوا شيء، قالوا انتقاد أرضية الملعب غير صالح وكذا. على كل حال شوف، أنا ما أبغى انه تعرف انتم يعني ناس على ما قال يعني مؤثرين، لما يجي يسمع المشجع البسيط انه والله هذه ثقافه نصراويه وهذا هدف الضغط يصدق، هو هذا صحيح. لا مو صحيح، كيف صحيح؟ انت الحين قلت لي ان هذه تصريحات متشابهه، عوقب هذا وسلم ذاك. لا هي العبارات، النقد متاح للجميع ولكن اختيار العبارات، اتهام اليوم سعود السويلم رئيس الاتحاد قصي وهو لاعب نصراوي سابق، قصد منه طبعا ما هي عداوة بين الاثنين، يعرف ان هذا لاعب قديم في نادي النصر، ولكن الهدف منه الضغط زيادة. قصي فواز لاعب نصراوي، اي لاعب نصراوي، نعم هو بلسانه هو اعترف. شوف يا اخوي عبد الله، بريان هذا بالعكس، صدق هذه الاتحاد السعودي، لا ما قاله مو علشان الاشياء، لان تبغى تروح يمين عشان تثبت العكس، وشو انا على فكره، بس على فكره قلت دقيقتين.